يقول صح الحديث صحه ابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي وحسن والحافظ بن حجر وضعف الألباني بتخريج الكلمة. طيب ايش موقف الشيخ هذا؟ موقف انا الحاكم صحح والألباني ضعف والشيخ سعود ماذا يرى؟ انا ارى نترك الفريقين اللي يبحث الصلح دورنا فهم. الصلح فهم دورنا الصلح من باب الإشارة يعني أنا أعطيك الواحد صفحة لما ذكرت الألباني مع هؤلاء العالمين الكبيرين لو يعني دخلت في شيء تبين هل الشيخ ناصر وفوق يعني وفوق كل ذي علم يعني ما يعني ربما يكون الشيخ ناصر رأيي ما يعني ما يعني يحط من قدره بس قصدي لو أنه جد يعني صار منك بعض اللفتة هل الألباني في هذا محق أم غير محق ما في شيء أنا خشيت إن كان الألباني محق فالله يقول وفوق كل ذي علم نعم. وكم ترك متأخر متقدم متأخر ما في إشكال فكل الألباني إذا اهتدى إلى شيء ما اهتدى إليه من قبل لا ليس نقصا بهم وكونه اهتدى أيضا فضل الله فلو صار من سعود بعض الشيء كان